نتحول الآن إلى تل أبيب، حيث نتابع مظاهرات لعائلات المحتجزين الإسرائيليين أمام مقر إقامة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للمطالبة بصفقة تبادل. ومن المقرر أن يلتقي بلينكن اليوم مع زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد في إطار زيارته إلى إسرائيل لدفع مشروع مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين. كما نشاهد هذه اللافتات التي يحملها المتظاهرون في بعض شوارع تل أبيب، تشير إلى أن عدم خضوع الحكومة الإسرائيلية للمقترح الأمريكي يعني الموت للمحتجزين أو الرهائن الموجودين حاليا في غزة. وهناك أيضا لافتات أخرى تدعم أو تطلب من الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن يتمم هذه الصفقة وهذا المقترح الأمريكي حتى تعود أو يعود المحتجزون إلى ذويهم مرة أخرى. هذه المسيرات وهذا هذه المظاهرات ليست الأولى من نوعها، ولكن هي سلسلة من التظاهرات التي يعني اندلعت منذ أسابيع وربما أشهر منذ إعلان الحكومة الإسرائيلية بشأن هذه الحرب ومن بعدها وكل ما حدث من بعدها من تداعيات فشل المحادثات والمفاوضات ما بين الأطراف المعنية بصفقة التبادل وصفقة الرهائن. هنا يخرج المتظاهرون مرة أخرى لدفع وللمزيد من الضغط على الحكومة الإسرائيلية في ضوء زيارة بلينكن للمرة الثامنة للشرق الأوسط، وهو الآن في تل أبيب كي يعقد بعض المحادثات مع المعنيين والمسؤولين من بينهم المعارضة الإسرائيلية وكذلك الحكومة.